خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. والنهارده بتنطلق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بمشاركة نحو 2200 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم خلال الفترة من 15 وحتى 26 أكتوبر الجاري من مختلف دول العالم. هذه البطولة بتنظمها الاتحادات الوطنية للشطرنج حول العالم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والمصري للشطرنج برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير. أهلا بيك. معانا زي حضراتكم وسعيد جدا إن أنا معاكم. تشرفنا بيك يا فندم. في البداية عايزين نفهم أكتر ونعرف أكتر عن الاستعداد اللي تم لهذه البطولة العالمية. والله الاستعداد للبطولة دي ما تمتش من فترة قريبة، لا هي يمكن هي احنا توفق لنا كمصر ان احنا ننظم البطوله دي من 2021. الاستعدادات الفعليه بدات من فبراير 23. احنا البطوله دي لاول مره تكون في مصر وفي افريقيا عموما. العدد ما كناش متصور انه ممكن يوصل للرقم ده، يعني احنا في المتوسط البطوله دي كانت ممكن تبقى بالكثير قوي 1200، لان دايما الناشئين بيبقوا من سن او الشريحه العمريه اللي احنا بنتكلم عنها في البطولات من 6 سنين لحد من تحت 12 سنه لتحت 6 سنين، دي كانت دايما بتبقى عدد اللاعبين يساوي عدد المرافقين. احنا عندنا عدد المرافقين اكبر من عدد اللاعبين في البطوله دي بحوالي 30%. طيب خلينا اتفضل. يعني احنا عدد اللاعبين تقريبا 615 لاعب، معانا قدامهم حوالي 800 مرافق، والنسبة دي تعتبر جديدة جدا بالنسبة لبطولات الناشئين للشطرنج. طيب أستاذ أحمد، برضو حابين نعرف من حضرتك الاستعدادات اللي قمتم بيها لاستقبال هذه البطولة. يمكن أهم الاستعدادات هو اختيار الأماكن من يعني على مستوى مصر، واللي رست في الآخر على مدينة شرم الشيخ، لان يمكن النوعيه دي من البطولات بتبقى ليها طبيعه حساسه جدا نظرا لوجود اطفال. فايه المكان اللي ممكن نختاره في مصر ويكون امان، سواء في توافر الفنادق، توافر قاعات اللعب، وقبل كل ده عنصر الامان متوافر في كل الامكانيات المطلوبه للعبه. لا يعني حضرتك توضح لنا بس عنصر الامان، يعني ايه حضرتك تعني ايه بعنصر الامان؟ يعني ان انا عندي مدينه تكون نسب ال حوادث الطرق او الانتقال تكون فيها قليله جدا، دي ده عنصر. العنصر الثاني يكون متوفر خدمات طبيه في حاله الطوارئ، ان طبعا تكون الاهتمام بالعنصر البيئي كويس، يعني يكون كويس ومقارب للمعايير العالميه عشان ما يبقاش اي حد من الوفود مهما كانت الدوله اللي هو جاي منها يحس ان في عنصر غريب او شيء يخليه مش مرتاح او مش مبسوط في مصر. فكانت مدينه شرم الشيخ. تمام جدا. استاذ احمد، اخبار التمثيل المصري ايه في هذه المسابقه الدوليه؟ احنا عندنا التمثيل المصري مش اكبر الوفود، ولكن من اكبر 5 وفود. عندنا 75 مشارك، 40 لاعب و35 مرافق. يمكن احنا عموما اصلا في مصر احنا يمكن متسايدين قاره افريقيا. يمكن احنا برضو من ضمن النقط الايجابيه ان احنا كان عندنا بطوله افريقيا للناشئين، يعني نفس بطوله العالم اللي احنا فيها دي، ولكن للناشئين بشرائح عمريه اقل. طيب ال 25 ميداليه على مستوى افريقيا من اصل 29 ميداليه لافريقيا كلها.
طب عظيم، ده انجاز كبير. طب بالنسبه لل 40 لاعب اعمارهم ايه؟ تحت 6 سنين وتحت 8 سنين وتحت 12 سنه. يعني الحقيقه بنتمنى طبعا البطوله تخرج بافضل شكل، واحنا متاكدين انها طبعا هتخرج بافضل شكل. مدينه شرم الشيخ يعني من اجمل مدن العالم. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد محسن قاسم رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري للشطرنج، شكرا لحضرتك.